لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون اللهم صل على هم نفس النهار هم تقرأ النار النار النهار شوية خففها قرأتها زين يعني بس شوية بعد تخفي في رادلها زين عيني أنا دا أسمعها من القراء ترى يعني أنا ولا أركز على القراء من يقرون يقرونها هيك كلهم النار قصدك على أول واحدة إنه قف جت شوية قوية لا يعني بسرعة عامة وأنا ما أتك يعني كثير منها مو هذا يعني ما أدري جزء مو هذا المختصون يعني قاف القاف هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على كيفك لا تستعجل بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين بالقسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين لا شلون بلا غنستار وذكرا لا النون ما تظهر اصلا وذكرا وذكرا راسا لله اللام الراء اصلا حتى اركز على الغنه مو قصدي لا ما هو غنه ما بيها غنه اكو فوق اللام شده وذكرا مو لا يطلع نون هسه لا انا مو قصدي عنون قصدي على المد مال هذا ماكو غنه يعني هاي بس يعني قبل تشيد احسن وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون اللهم صل على محمد وآل محمد.